بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حبينا نقدم لكم أنبوكسين للجهاز الجديد اللي جيهو 2500 إيفو 4K. نبدأ بدون إطالة بمميزات هذا الجهاز. يحتوي على خاصية DVB-S2 والواي فاي، كذلك يحتوي على البلوتوث غير مذكورة هنا. يحتوي على مدخلين USB، واحد من الأمام من هنا واحد من الخلف. يحتوي على العديد من التطبيقات مثل كودي ويوتيوب وDLNA إلى غير ذلك من التطبيقات. كما يدعم تشفير 265، ويحتوي على IPG احترافي أيضا. طبعا الخاصية هذه 4K، الـ4K تاعو بعد ما جربته هو 4K حقيقي، يدعم 60 فريم بير سكند، يعني 60 صورة في الثانية، والله التحديث تاعو هو 60 هرتز. مالتي سكرين وDLNA، ويحتوي على تطبيقات أخرى مثل جوجل بلاي والطقس وغير ذلك من الأمور، تعتمد ما جمعهم. شوفوا الآن الخواص تاع هذا الجهاز. طبعا شوفوا منا باللغة العربية أحسن، لأنه كثير منكم يفهم اللغة العربية. لاحظوا هنا عندنا ويفي مدمج وبلوتوث مدمج، دعم محركة الأقراص الصلبة ساتا عالية سرعة. هذه المعلومة لست متأكد منها، ربما يعني يدخل القرص على شكل USB، أما يعني فلا يوجد مكان لوضعه مثل 750 آليور. يدعم سرعات عالية في فك التشفير من HEVC و 265 إلى غير ذلك، ويدعم أيضا 3D فيديو ثلاثية الأبعاد. وهذه 4K 60 إطار في الثانية 10 بت. أيضا يدعم تقنية 2K 4K 30 إطار، عرض ومعالج الفيديو ثلاثية الأبعاد، نظام تشغيل أندرويد 9 وهو نظام أحدث في أجهزة الاستقبال، مو في الأحدث في الهواتف وغيرها، ولكن في أجهزة الاستقبال هو الأحدث. ما هي فائدة نظام الأحدث؟ يعني يبقى يدعم لمدة طويلة التطبيقات، هذا هو الهدف الأساسي. عندنا أيضا يحتوي على محرك بحث جوجل، نعم موجود، ودعم البريد الإلكتروني. هذه تطبيقات جوجل أيضا نفس الشيء، هذو تطبيقات الطقس والمعلومات إلى غير ذلك، تطبيقات جوجل. وظيفة USB، يحتوي هو على USB من النوع السريع 3 و USB من نوع 2 3 للتسجيل. استهلاك طاقة أقل من 10 واط، وهذا شيء جيد واعتدنا عليه في أجهزة جيون سواء كانت الميني أو العادية. يدعم قراءة الملفات والوسائط، الاتصال والتشفير، نعم موجودة. البحث عن الأقمار الصناعية والشبكة PID والبحث اليدوي، نعم. الإعدادات السريعة والبحث السريع، نعم موجودة هذه الخاصية. ضبط الحجم الصورة وفقا للشاشة، نعم أيضا. تردد هو 2 جيجا هرتز، هذا تردد البروسيسور تاعو 2 جيجا هرتز. كورتكس أسيكون 3. بطاقة الشاشة هي مالي 450. عندنا الميموري فلاش مكتوبة هنا 8 جيجا، يعني هما في موقعهم مكتوبة 16 جيجا، وحتى في الجهاز مكتوبة 16 جيجا، ولكن هنا مكتوبة 8 جيجا. DDR اللي هي الرام 2 جيجا، نعم. عندنا أيضا مخرج الصوت
USB-DF, USB 3, USB 2, إيثرنت, RJ45 يدعم مخرج ويدعم مخرج HDMI, وأيضا يحتوي على منفذ مصدر للطاقة DC ويستقبل أقمار من هذه الأنواع. طبعا سوف نرى الآن الجهاز في التلفاز كيف يعمل. طبعا بعد تركيب الجهاز ها هو أمامكم, هذا هو الجهاز تاع 2500 إيفو 4K. نلاحظوا باللي بالنسبة إلى الشاشة اللي موجودة هنا هي نفس الشاشة تاع أجهزة الاستقبال القديمة. التصميم أيضا هو نفسه تاع 2500 هايبريد. الآن شوفوا بالنسبة إلى القوائم وجودة الصورة وإلى غير ذلك. لاحظوا هنا هذه القنوات الجزائرية, حلو. طبعا القنوات الجزائرية معروفة بأن دقة الشاشة فيها ضعيفة نوعا ما. مشيو إلى قنوات هذا القوائم تبع سرعة التنقل سريعة جدا, فتح القنوات بسلاسة كبيرة جدا, يعني بالكاد لا تلاحظ أي تقطعات أو لاحظوا. الآن ننتقل إلى قمر أسترا, هو قمر المفضل لعشاق كرة القدم. لاحظوا سرعة فتح القنوات الفرنسية, خاصة الفرنسية, يعني صراحة سرعة خيالية في فتح. مكروب باللي هذا يحتوي على سيرفر فوريفر برو لمدة عامين, ويحتوي على دانجل لمدة عامين, ويحتوي على IPTV وVOD لمدة عامين كذلك. لاحظوا نجربه في القنوات الترا HD, مع العلم انه هذا التلفاز لا يدعم الالترا HD, ولكن يمكن مشاهدة هذه النوع من القنوات. لاحظوا جودة الصورة, قرب قليلا شوف القناة الثانية اللي هي بالنسبة إلى التطبيقات. راح نوريكم الآن ما هي أهم التطبيقات الموجودة فيه. هذا طبعا التطبيقات الخاصة بالجهاز الاستقبال اللي موجودة في أي جهاز استقبال. نتكلموا الآن التطبيقات الموجودة في الأندرويد. عندنا تطبيق أب مانجر لحذف وتثبيت تطبيقات. لاحظوا هنا هذه الذاكرة, استعمال الذاكرة 43. نخرج فايل مانجر هنا لرؤية الملفات الموجودة على الفلاشة. طبعا USB موجود هنا, هنا مدخل الكارت و USB. طبعا نرجع هذا تطبيق الطقس, هذا تطبيق ياسين تي في قمت بتجريبه شخصيا. خلينا نشوف بان بريميوم. نعم هذا تطبيق ياسين تي في بالنسبة إلى أجهزة الاستقبال بجودة, ما هي الجودة؟ الجودة هي 700. خلينا نجربها,
طبعا هنا اخترنا الجودة 300، لا يهم، مهم جربناه فقط. هنا جوجل بلاي، لكن هنا مشكلة ما قدرناش ندخله فيه، ربما التحديثات القادمة إن شاء الله. في هذا التطبيق هابي كاست يعرفونه الكثير، أب ستور كذلك، هذا خاص بأجهزة الاستقبال، يحتوي على بضع تطبيقات مش كل التطبيقات، الكودية، ريدتوب، ام اكس بلاير الى غير ذلك. هذا اطلس اي بي تي في، نتفليكس اللي يحبوا يستعملوا حسابات رسمية، في يوتيوب نسبة لاحظ اليوتيوب هنا، شوفوه مع بعض. انه كاين كثير من الناس يحبوا يشوفوا هل اليوتيوب يشتغل ولا لا. طبعا ما يعيش وقت كثير، شوفوا الان اي بي تي في في جهاز الريموت صاروا ضافوا زر هنا اللي هو اي بي تي في، مباشرة تضغط عليه يطلع لك قنوات. لاحظوا هنا هذو جميع القنوات اللي موجودة فيه، عندنا ايضا سبورت اتش دي، لاحظوا دقة في الألف و هذه 1040 دقة، لاحظوا 1080، نعم. الآن نشوفوا الفيديو أون ديماند بي أو دي، مكتبة أفلام. طبعا أنا جربتها كذا مرة، هي جيدة جدا المكتبة هذه. طبعا نخرج، بالنسبة إلى الثبات، ثبات في شاشة رائع. رجعنا هنا، نزيد فقط نديرو طلع القنوات الفرنسية، فتح القناة الفرنسية، لاحظوا شوف السرعة الآن، قناة إسبانية معليش، هذه سرعة فتح القنوات فيه. أتمنى إن شاء الله أخذتوا فكرة على هذا الجهاز، وقدرتوا تتحدوا إن شاء الله الموقف تاعكم من هذا الجهاز، ربما اللي يحب يشريه. يعني هو صراحة كتجربة بالنسبة إلى سعره 16000 دينار، في بعض المحلات 15000، يعني بالنسبة إلى السعر وال كاليتي بري كاليتي رابور بري كاليتي مليح. شكرا، إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.